بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم السنة الشمسية والسنة القمرية، علوم الأرض الصف التاسع. بالبداية لازم نعرف شو يعني سنة شمسية وشو يعني سنة قمرية. لما أحكي سنة شمسية هي عبارة عن المدة الزمنية اللازمة، يعني قديش الكرة الأرضية بتحتاج كزمن أو كوقت حتى تدور دورة واحدة حوالين الشمس، تمام؟ وهي تقريبا سنتنا اللي بنعرفها بعدد أيامها 365 يوم و25 جزء من اليوم، يعني تقريبا ربع يوم. إذا 365 يوم وربع اليوم أو 25% من اليوم، واللي بتساوي عنا 12 شهر شمسي اللي إحنا بنعرفهم. هاي هي السنة الشمسية. أما شو الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية؟ إنه السنة القمرية هي المدة أو الوقت اللي بيحتاجها القمر لما يدور حوالين الأرض 12 مرة أو 12 دورة، أثناء ما هي الأرض عم بتدور حوالين الشمس في السنة الواحدة. هون إنه القمر عم بيدور حوالين الأرض وأثناء ما الأرض بتدور حوالين الشمس في السنة، واللي تساوي عنا 12 شهر قمري. طيب شو المقصود بالشهر القمري؟ الشهر القمري هي الفترة الزمنية أو المدة اللي بيحتاجها القمر حتى يدور دورة واحدة فقط، تمام؟ دورة واحدة فقط حوالين الأرض، وهي تقريبا مدتها أو مقدارها 29 يوم و53 جزء من اليوم، اللي هي تقريبا بيجي 12 ساعة تقريبا، تمام؟ هاي هي الشهر القمري. كنا بنعرف الأشهر القمرية طبعا بالترتيب، لازم نحفظهم: واحد محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. طبعا هلا بدنا نحكي عن ظاهرتين، كسوف الشمس وخسوف القمر. طبعا هدول ظواهر مرتبطين بحركة الأرض، حركة القمر حوالين الأرض. لو نطلع على كتابنا صفحة 46 الشكل ألف، بلاحظ إنه عندي الشمس والقمر والأرض كلهم موجودين على استقامة واحدة كترتيب. فلو بدي أمثلهم، فعندي هون موجود عندي الشمس وهي النجم الوحيد، وعندي الأرض، طبعا الأرض حجمها أصغر بكتير من الشمس، وطبعا كنا بنعرف إنه القمر بيدور حوالين الأرض في مدار بيضوي أو شبه دائري. فبلاحظ إنه عندي القمر موجود هون، فأثناء دوران القمر حوالين الأرض طبعا بلاحظ إنه القمر بيجي خلينا نحكي بيجي بالمنطقة المنتصف اللي بتقع بين الأرض وبين الشمس، فبيحجب أشعة الشمس عن الأرض، بيحجب أشعة الشمس عن الأرض. يعني بصير هون عندنا المنطقة خلينا نحكي معتمة، أو خلينا نحكي بتصبح المنطقة في نصف الكرة الأرضية اللي هون معتمة، كأنه يعني بيكون الوقت نهار بس لكن بتكون السماء معتمة كأنه الدنيا ليل. فبهاي الحالة بسميها كسوف الشمس، يعني ما بنقدر أو ما بنستطيع نشوف قرص الشمس بالكامل، فبالتالي نسميها كسوف كلي. إمتى بتصير؟ هاي طبعا بتصير ببداية كل شهر قمري، لما يصير عندي ولادة للقمر الجديد، وهو لما يكون عندنا محاق. طيب شو الفرق بين الكسوف الكلي والكسوف الجزئي؟ بلاحظ إنه الكسوف الجزئي لو بنطلع كتابنا صفحة برضو 46، بلاحظ إنه لما يكون عندي القمر واقع في منطقة شبه الظل، هون عندي القمر، فلما يكون واقع في منطقة شبه الظل فساعتها بقدر إني أشوف جزء من الشمس، وهذا الجزء بسميه كسوف جزئي. إذا لما أستطيع أشوف جزء من قرص الشمس لما يكون القمر بمنطقة شبه الظل الأرض، فساعتها بسميه كسوف جزئي. طيب أما بالنسبة لخسوف القمر، لو نيجي نطلع على كتابنا صفحة 46، عندنا الشكل 3-12، بلاحظ عندي النجم الشمس موجود، وعندي الأرض، وعندي القمر، الثلاثة موجودين على استقامة واحدة بس ترتيبهم بيختلف. يعني لو بدي أجي أطلع، عندي نجم الشمس وعندي الأرض، طبعا كنا بنعرف انه الارض بتدور حوالين الشمس في مدار اهليجي او بيضوي. هلا اثناء دوران القمر حوالين الارض بصادف، خلينا نحكي هلا بما انه القمر عم بدور حوالين الارض في مدار شبه بيضوي، هلا بصادف اثناء دورانه انه توجد الشمس والارض والقمر على نفس الاستقامه. طبعا شو بيصير في هاي الحاله؟ اثناء طبعا الارض بتحجب اشعه الشمس عن القمر،
تحجبها، فبيوقع ضل الأرض عن القمر أثناء دورانه، بصير عندي خسوف، يعني ما بنقدر نشوف القمر. في هاي الحالة بيكون القمر في وضع أو في طور البدر، فبسميه خسوف كلي للقمر. أما إذا صار عندي والقمر اتحرك في منطقة شبه ظل الأرض اللي إحنا شايفينها هون، منطقة شبه ظل الأرض، ساعتها بقدر أشوف جزء من القمر، لأنه جزء من أشعة الشمس رح تسقط عليه، يعني ما رح تخترضها كوكب الأرض، فبالتالي بسميه خسوف إيش جزئي. طب ليش ما بصير عنا ظاهرتين الكسوف والخسوف بنفس الوقت؟ لأنه مستحيل ألاقي مراكز الأرض والقمر والشمس كلها نفس الاستقامة أو دائما موجودة على استقامة واحدة.